كنت في عمري 13 عام وانا كنعرفه وما دوس معاه بزاف كان كيضربني غير ما كنت مصاحبه معاه كان كيضربني بزاف وداك الشيء. في التالي داني 4 سنين وانا معاه داني لدارهم بقيت جالسه معاهم صافي حملت منه وما بغاش يعترف بالبنيته وما دار معايا حتى شي حاجه. الوالده ديالو ديما كتسبني وكتضربني وديما ملي كيضربني هو ديما كتحرشوا عليا ومي كنمشي ملي كنبغي نهرب وداك الشيء كتلقاني في السطح واحد ثلاثه المرات وانا كنطلع على السطح كنبغي نهرب ديما كتخرجني ديما كتجيبني من الاخر كتقول له راه الرباط كيضربني هي وكيضربني هو وباه لا عمرها سلعب ديما كيتعاون معايا ما مخصني حتى شي حاجه هو كيضربني دائما ما مخليني ما شحال واحد العيشه عايشه معيشه الشكل ما يعيشوهاش كنحتاجني بزاف ما كيخليني نمشي حتى شي بلاصه ما كيخلينيش لا نتعتب حتى على باب الدار كنجلس في الدار انا والبنيته ديالي كنجلس ما كنخرج ما حتى شي حاجه ومين تنقول له خرجني ولا شي حاجه يقول لي ما نخرجك ما حتى شي حاجه انت جالسه هكا وتقيه بحال هكا ما دايرليش اعتبار كاع لا هو ولا والدي لا ما ضربش بيا الكاغيط كاع مي كنقول له دير معايا الكاغيط ديما تيدير لي شي سبه وخرج راسه ولا يضربني مي كنقول له الكاغيط معمره قال لي معمره هو نطق تابي قال لي ندير بك الكاغيط باش ندير لهاد البنيته ديما كنقول له هاد البنيته راه كتكبر خصها لابد القوانين ديالها تبغي حتى هي المدرسه تبغي هاد الشيء كيقول ما كيديرش معمر جبد معايا حتى الكاغيط ديالو معمر جبد معايا ما كيخليني لا نخرج لا حتى شي حاجه ما عايش واحد العيشه بحال اللي راني في الحبس واكثر من الحبس جد كنت ديك الساعه كان جداني من الدار الصحه كانت امي كتمشي تخدم وداك الشيء كيجي يديني الصحه كيقول لي الا ما مشيتيش معايا ندير لك ونفعل لك مشي لك عند خوتك ندير لهم برك بزاف ديال الحوايج تيقولهم لي وما نقولك شي حاجه محشومه نقولها ضربني بسميتو بهادي ضربني بزيزوار في يدي الصرع وسميتو كيضربني ديما بالموس بهذيك سميتها الجنويه كيضربني ديما بها وبالسيف كيضربني بالحافي ديما بها ملي تنقول له انا ما ممكنلكش تضربني بك يقول لي نضربك بها ونعاود واحد النهار ضربني بالكروه والدي كيسمعوا الغوات وداك الشيء ما بغاوش يحلوا لي كاع الباب سدا لي الباب وكيضرب فيا ما رخاش مني حتى الحميم زراق ما بقاش فيها حتى شي حاجه خليته مشى يشرب وداك الشيء خليته طاح الليل ونعسوا والدي وداك الشيء هما كيخليو الباب محلول على حسب هو كيدخل وكيولي يخرج ويدخل وهزت بنتي وهزت حوايجات بنتي وهربت ومشيت عند الوالد ديالي كتبنا شكايه وكيل الملك ومشينا عنده كتبت شاف عاود لي استجواب كتبنا المحضر وداك الشيء لا جازي بخير والله كثر خيره هو والامن هو والولايه ديال فاس بانهم عطاتهم الملف دغيا تكلفوا لي استقبلوني بكل فرح وكل شيء وقالوا لي هتمشي ويجي بجي حقك تاخذيه براسك مرفوع